طب يعني. تعالى بالكلام على سوارش وهرجع لك تاني. تعالوا نشوف يا جماعه معانا فيديو برضو بتصوير خاص للريمونتادا بالمؤتمر الصحفي بتاع سوارش. الراجل يعني شوفوا الراجل يعني الحاله اللي هو فيها يعني شوفوا. في الماتش بس الاسئله بس ازاي يعني قول بس الاسئله في الماتش بس هو قول الاسئله في الماتش بس هو في تعليمات ان ما يعني ما يتكلمش عن مع الصحفيين ولا ايه حاسس ما اعرفش بس طب يا فندم لازم حضرتك تقول لا لا ثواني مش في نظام المؤتمر الصحفي لا هو مش عايز مش عايز بيقول لك مش خلاص احنا هنسأل هنشوف هو مش عايز يتكلم بيقول لك ايوه مش عايز يتكلم بالظبط يعني مش عايز يتكلم معانا ماشي ممكن يقول الكلمه اتفضل بس يتكلم كابتن تيتو خليه يقول الكلمه انت مايش بقول لك اي شيء يا جماعه مساء الخير جميعا رفض يرد على أسئلة الصحفيين واضح أن الراجل غاضب مش بسبب أداء اللعيبة في المباراة ولا غضب بسبب نتيجة المباراة ولكن غاضب بسبب الأخبار اللي بيتم تداولها برحيله وإن إدارة الأهلي لغاية دلوقتي ما نفتش الكلام ده خلي بالكم المدرب بيفكر إزاي مدرب أي مدرب ممكن تطلع أخبار عليه لكن السند الحقيقي الباك اب الحقيقي بتاعك من الاداره ان الاداره تنفي الكلام ده بقى متداول في كل حته ان الاداره تنفي في اوفيشال ستيتمنت او بيان رسمي ان سوارس باقي للموسم القادم باقي يعني هو اللي هيدير الموسم القادم الراجل عنده حته قلق ان هو يمشي رايك ايه اكيد طبعا يمكن كمان المديرين الفنيين دلوقتي ما بقوش عزله عن الميديا او الجمهور بيقول ايه الفتره اللي فاتت اميدو فاكيد حاسس بالكلام اللي بيتقال وحاسس زي انت قلت لا كمان ده في كل حتة ده. يعني هو حاسس بالكلام والكلام ده وصل له يمكن دي التصريحات بتاعته بعد المباراه النهارده يعني بيقول لك لن اتحدث سوى عن المباراه اتمنى ان تتفهموا رغبتي في عدم التطرق لاي امور اخرى اشكر جماهير الاهلي واعدكم بفوز بكل شيء في الموسم المقبل هو بيحط ستيتمنت ان انا عايز اقعد انا يعني انا ما فالجمهور الحقيقي يعلم ان هناك مدرب يملك الشجاعه والشخصيه القويه أنا متواجد هنا لتحقيق الانتصارات ولكن هناك فريق كامل يعاني من الإصابات بخلاف إشراك عدد من الناشئين للتجهيز للمستقبل هناك أيضا بعض الأخطاء التحكيمية التي عطلت مسيرتنا في الدوري وأثرت على المنافسة رأيك يا جد هو كلامه كله مظبوط طبعا يمكن في ظروف صعبة هو تولى برضو المهمة في ظروف صعبة يمكن أنا ما أقدرش يعني دلوقتي أحكم على تجربة سوارش ما اقدرش احكم لكن ممكن اقيم الفترة اللي فاتت كانت عاملة ازاي اعتقد ان 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 سوارش كان عنده اسلوب موجود اميدو تنظيم دفاعي بشكل جيد جدا النادي الاهلي ممكن لعب 15 مباراة مع سوارش اعتقد 10 او 12 مباراة ما دخلش فيه جوان خالص كلين شيت فده بالنسبة له ده انا بالنسبة لي ده عمل للمدرب كويس. ايوه عمل جيد للمدرب لكن بالنسبة للحتة الهجومية في بعض الملامح موجودة لكن اعتقد ان ده مش كفاية بالنسبة للنادي الاهلي ان انت برضو الحته الهجوميه لازم يكون عندك كواليتي لعيبه مختلفه لما يكون عندك لعيبه اكيد طبعا غير لما تكون تلعب بالناشئين او بالشباب فلو انت مثلا معاك شريف وقفشه وحسين الشحات هم واقفين على رجليهم مجهزين اعتقد الشكل الهجومي النادي الاهلي والنتائج كانت تختلف بشكل كبير جدا طب انت دلوقتي مدرب تمام والنادي تعاقد معاك وبعد كده مره واحده هتغير البلان وقال لك اريح للعيبه الكبيره وهتلعب بالناشئين وبعد كده مره واحده اخبار ان انت بتتداول ان انت هتمشي والناس ما بتردش ما هو عشان كده بدا غاضب دلوقتي في المؤتمر الصحفي يعني اكيد كل الكلام ده وكيله او الناس اللي حواليه بيوصلوا الكلام ده كله ومفيش وخصوصا كمان بعد استقاله لجنه شركه الكوره من النادي الاهلي وكمان كلام كتير طلع ان هو بسبب الخلاف على استمرار سوارش او من عدمه فاعتقد ان الراجل حاسس بعدم الامان وان هو ممكن يحصل فيه خيانه لو ان انا دلوقتي ان انت قلت لي مش هلعب بالفريق الاساسي والعب بالناشئين وانا وافقت على كده وقلت ان الحاجات دي كلها فتره اعداد الموسم اللي جاي وتطلع اخبار ان انا ممكن امشي بعد نادي الدوري وهو وما فيش حد يطلع من اداره النادي الاهلي ينفي الخبر فاعتقد ان سوارش غضبان وحاسس بعدم الامان من الفتره اللي جايه دي واعتقد ان النادي الاهلي مطالب ان هو يطلع يوضح الامور ليه شركه الكره استقالت اول حاجه ثاني حاجه ليه سوارش مكمل او لا
بالظبط، ما لازم الناس تعرف، وهو كمان لازم يعرف. لو هو واخد ان هو قرار ان هو خلاص يبقى يمشي، فاهم انت؟ خلاص يطلع يطلع يقول خلاص بنشكره بعد بعد المباراه، خلاص هو باقي خمس ايام على الدوري ويخلص يعني، فاهم؟ طب عايز اقول لك ان لان الحاله دي مش صحيه بالنسبه للفريق ككل يعني. طب عايز اقول لك ان معسكر سوارش غاضب جدا، و يعني فريق العمل بتاعه كلهم غضبانين جدا، ومعانا تصريحات خاصه من كويم ريبيرو وكيل اعمال سوارش، تصريحات خاصه للريمونتادا من ريبيرو، كويم ريبيرو وكيل اعمال البرتغالي ريكاردو سوارش. هل سوارش يستحق ان يوجه له اللوم على هذه الازمه؟ بيسال كم مدرب يملك الشجاعه لاشراق اللاعبين الشباب مثل ما فعل سوارش. تصريحات خاصة للريمونتادا. سوارش مدرب شجاع لم يكن خائفا من هذه التجربة، ولكن سؤالي للجميع، هل سوارش قاد الأهلي للحظة الأسوأ في تاريخه؟ سوارش محارب ويتعامل مع التحديات ولا يخشاها، إنه يواجه مهمة أصعب بكثير من تدريب اللاعبين الذين حققوا لقب دوري أبطال أفريقيا. أشكر المشجعين الحقيقيين للأهلي والذي يقدرون تضحية هذا المدرب. في غضب جده اكيد طبعا، ودايما هم بياكدوا على المشجعين الحقيقيين، فاهم؟ هم حاسس يعني جمهور الاهلي معظمه غاضب من الاداء ومش مقتنع بشكل كبير بسوارش، فعشان كده هو بيتكلم مع الناس الثانيه اللي هي مثلا اللي بتتكلم اللي هي مع سوارش، اللي هي بتقول لا سوارش يكمل وياخد فرصه، فهو ده بيتكلم على دول يعني. فاعتقد ان هم غاضبين طبعا، وحقهم ان هم يغضبوا، لان انا في النهايه زي ما قلت يا ميدو ان انت جيت خدت قرار ان انا العب بالناشئين وان انا اتحمل الموقف ده واضحي بنفسي كمدرب على لخاطر النادي الاهلي والموسم اللي جاي، فانت اكيد طبعا زعلان وما يلاقيش المسانده من مجلس الاداره او اللي في كلام بيتقال عليه والنادي ومجلس الاداره ما بيطلعش ينفي او ياكد الاخبار ديت. فاعتقد من حقه يزعل، ومن حق جمهور النادي الاهلي ان الامور تبقى واضحه الفتره اللي جايه ميدو، هل سوارش مكمل او لا؟ لو انت مش مكمل يجيب مدير فني قوي في اقرب فرصه ميدو ان هو يقدر يتعامل مع الصفقات ويبدا يتعرف على اللعيبه قبل الموسم ما يدخل، عشان ما تدخلش برده في الموسم الجديد ومش عارف اللعيبه ولسه هنجرب وهنشوف واللعيبه لا ويعدي 10 ماتشات ويخسر ماتشات ويقول لك ده لسه جديد على الفرقه. فاعتقد ان النادي الاهلي محتاج ان هو بسرعه يتحرك، الاعلان عن مدير فني لو سوارش مكمل او لا، او في مدرب جديد لازم يطلع عنه، لازم النادي الاهلي يعلن عن الصفقات الجديده اللي هو ابرمها عشان خاطر يهدي الجمهور شويه والجمهور تاني يرجع يثق في مجلس الاداره. لكن اعتقد ان الكابتن خطيب ان شاء الله ومجلس الاداره قادرين ان هم يرجعوا تاني الفريق ان شاء الله، وللموسم اللي جاي مع ظروف طبيعيه واللعيبه تستريح وتاخد وضعها، ومع صفقات جديده مع مدير فني سواء سوارش مكمل او لا، متاكد ان الاهلي ان شاء الله السنه الجايه هيفوز بكل شيء زي ما سوارش بيقول يعني.